عجائب عالم البحار، رحلة إلى عالم سحري من أعمق الأخاديد إلى أشد الأمواج ضراوة. يزهر عالم البحار بعجائب لا حصر لها. تخيل نفسك تسبح بين أسماك قرش ضخمة، أو تشاهد عروضاً بهلوانية من الدلافين، أو تبحر بين الشعاب المرجانية الملونة. في عالم البحار ستجد كائنات غريبة لم ترها من قبل، ستدهش بتنوع الحياة البحرية من أصغر الكائنات الدقيقة إلى أكبر الحيتان في رحلة عبر الزمن. عالم البحار ينتظرك ليكشف لك عن أسراره، فهل أنت مستعد لبدء رحلتك؟ سنتكلم اليوم عن سمكة مثيرة للدهشة والاهتمام بما اختصها الخالق سبحانه وتعالى بميزات اعتبرها العلماء مذهلة وفريدة من نوعها، وهي سمكة ثعبان البحر الكهربائية الأنقليس الرعاد. تعد سمكة ثعبان البحر الكهربائية المعروفة أيضاً باسم الأنقليس الرعاد أحد أكثر المخلوقات البحرية إثارة وغرابة في عالم المحيطات. تعيش هذه السمكة الغريبة في المياه الاستوائية الدافئة حول العالم، وهي تشكل جزءاً مهماً من التنوع البحري. يتميز الأنقليس الرعاد بمظهره المذهل والغريب، حيث يمتلك جسماً طويلاً ورفيعاً يشبه الثعبان، ويتراوح طوله بين متر إلى مترين تقريباً. يكون لونه عادةً بنياً أو رمادياً، مما يمكنه من الاندماج بشكل مثالي مع البيئة المحيطة به. ولكن الميزة الأكثر إثارة للدهشة في هذا الكائن هي قدرته الكهربائية القوية، حيث تنتج الأعضاء الكهربائية للأنقليس الرعاد تياراً كهربائياً يتراوح بين 300 و600 فولت. يمتلك الأنقليس الرعاد طرقاً مذهلة للتواصل والصيد، حيث يستخدم تيارات كهربائية قوية لإصابة فرائسه ودفعها للتخلص منها. يتم إنتاج هذه التيارات الكهربائية عن طريق هياكل خاصة تحتوي على الكهرباء الحيوية، حيث يولد الأنقليس الرعاد الكهرباء من خلال أعضاء كهربائية متخصصة موجودة في جسمه. تتكون هذه الأعضاء من آلاف الخلايا العضلية المعدلة التي يمكنها توليد فرق جهد كهربائي، وتتيح للسمكة أن تكون أحد أقوى مولدات الكهرباء الحية في عالم الحيوانات. يعد الأنقليس الرعاد أقوى حيوان كهربائي في العالم، حيث يمكنه أن يشحن هاتفك المحمول، ويستخدم بعض الناس الأنقليس الرعاد في الطب التقليدي لعلاج الأمراض مثل الصداع والتهاب المفاصل. بالإضافة إلى قوتها الكهربائية، فإن الأنقليس الرعاد يعتبر أيضاً سمكة ماهرة في الاختباء والمناورة، فهو يتحرك بشكل سلس ورشيق في الماء، ويستخدم زعانفه الطويلة للتوازن والتحكم في الاتجاه، كما أنه قادر على تغيير لون جلده بشكل مذهل، مما يساعده على التمويه والتخفي من الأعداء والمفترسات. تعتبر سمكة ثعبان البحر الكهربائية مثالاً مذهلاً لتكيف الكائنات الحية مع بيئتها البحرية. تلك القدرة الفريدة على إنتاج الكهرباء تعزز من فرصتها في البقاء على قيد الحياة والازدهار في المحيطات الاستوائية. يستمر الباحثون في دراسة هذه السمكة الرائعة لفهم أسرارها واستخدامها في التطور التكنولوجي،
وهو ما يبرهن على التنوع الرائع للحياة في المحيطات. شكرا لكم أعزائي المتابعين، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم معلومة مفيدة وممتعة. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.